السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة المباركة زاد الحجيج. وباسمكم جميعا أرحب بفضيلة الأستاذ سيدي شفيق الإدريسي. أستاذنا الكريم أهلا ومرحبا بك. الله يبارك فيك. في الحلقة الماضية كنت بدأت الحلقة بسؤال حول يعني الأدب التي يتوجب على زائر مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستصحبها معه وهو يقصد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويقصد قبره الشريف، ولكن كان لكم حديث آخر، حديث ذو شجون شوقتمونا فضيلة الأستاذ بمعاني رقيقة لطيفة، وعرفتم بحق من حقوقه عليه الصلاة والسلام علينا وهو معرفته عليه الصلاة والسلام. سنواصل دائما في هذا الكلام الماتع الشائق، ثم بعد ذلك نعرج للحديث عن فضائل وأداب الزيارة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة يعني لو كان نبقاو نتكلموا إلى آخر أعمار ديالنا في الفضل والقدر ديال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نوفيوش ولا حق واحد، ودليله أن الله عز وجل قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك هذا أمر من الله عز وجل عندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ماذا نقول؟ نقول اللهم صلي على سيدنا محمد، اللهم صلي. من يصلي؟ الله عز وجل هو الذي يصلي. لما؟ لأن نحن لا نعرف قدر ومقدار النبي صلى الله عليه وسلم، مهما عظمناه، مهما قرأنا في سيرته، مهما قرأنا في شمائله وفي حياته، فلن نبلغ قدره ومقداره. فلذلك الذي تولى الصلاة عليه والذي يعرف قدره ومقداره الذي هو الله سبحانه وتعالى، فلذلك جعل له يعني قدرا كبيرا جدا. يكفي أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة يرد الله سبحانه وتعالى عليه روحه حتى يرد علينا السلام، يعني صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد علينا السلام عليه الصلاة والسلام. وقال من صلى علي صلاة صلى الله تعالى عليه بها عشرة. والصلاة من الله علينا نور، الله تعالى يقول وهو الذي يصلي عليكم وملائكته لما يخرجكم من الظلمات إلى النور. من أراد النور الإلهي الرباني عليه أن يكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا من أمتي يوم القيامة يعني يقف على الصراط مرة ويسقط مرة، يقف على الصراط مرة ويسقط مرة، فتأتيه صلاته علي فتوقفه على قدميه وتنجيه من النار. لذلك الصلاة على رسول الله شيء كبير جدا، حتى أن أبي بن كعب صاحب القرآن صاحب سورة البينة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أكثر من الصلاة يعني أكثر من الدعاء، فكم أجعل لك من صلاتي يعني شحال ندير لك النسبة المئوية ليك أنت بعد يعني الباقيات الصالحات الصلاة عليك أنت شحال؟ قال له ما شئت اللي بغيتي. قال له الربع يا رسول الله ندير لك الربع. قال له الربع وإن زدت فهو خير لك. قال له النصف. قال له إن قال له النصف فإن زدت فهو خير لك. قال له الثلثين. قال له الثلثين إذا فإن زدت فهو خير لك. حتى قال له سيدنا أبي في الآخر قال له أجعل لك صلاتي كلها، يعني ذاك الحصة ما ندير فيها حتى حاجة، فقط أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعرف من الناس في الطواف ما كيقولوا حتى حاجة من غير ذاك الشيء اللي قلنا الأدعية، كيصلي غير على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه من البركات يعني الشيء العجيب. قال أجعل لك صلاتي كلها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع هذا من أبي بن كعب قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. من أراد أن يكفيه الله تعالى الهم والغم وأن يغفر له الذنوب فعليه بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبيعة الحال إنسان خصو يقرأ في سيرة سيدنا صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه يعرف هذا الرجل اللي غادي عنده، مشي لدار بسيطك ولا دار الوالد ولا دار الوالدة ولا هما بجوج ولا دار الحبيب ديالك، مشي تدخل ديال واحد الدار اللي ما عارف شيء عند من غادي. مني كتدخل واحد الدار اللي كتعرف الناس كتعرف القدر والمقدار ديالهم، يعني كيكون التصرف ديالك غير التصرف أن تدخل إلى مكان يعني لا معنى له بالنسبة إليك. القدر والمقدار ديال سيدنا صلى الله عليه وسلم وكان تجبع الأقدار ديال الناس كاملين منذ أن خلق الله تعالى الخلق، لا يكون ذلك إلا نقطة في بحر مقدار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تولى الله سبحانه وتعالى الصلاة عليه. فلذلك لوعة الأشواق في شد الرحال إلى سيد الآفاق الذي هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذهب إلى المدينة المنورة، كل بقعة في المدينة المنورة لها علاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي أن الإمام ديالنا الإمام مالك رحمة الله عليه كان لا يركب الدابة في المدينة المنورة إجلالا
للثرى وللتراب الذي يدفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لا ينتعل منين كيقرب للمسجد النبوي كان كيمشي حفيان احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل مكان في المدينة المنورة عنده علاقة بالوحي، كل مكان عنده يعني تضحية بالجلوس النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء دياله أو السجود دياله. يكفي أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه عندما كان أميرا على المدينة المنورة في عهد الوليد بن عبد الملك يعني بنى 93 مسجد. ما هذه المساجد؟ كل موقع عنده علاقة بسيد النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه، أركع فيه، جلس فيه، كلا فيه، ضيف فيه، إلا بنى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يعني مسجدا يخلد هذا المكان. شوف في المسجد النبوي كاين واحد الباب هو أعظم باب في الوجود وأعظم باب في تاريخ البشرية كلها، اسمه باب جبريل. كان يدخل منه أعظم الملائكة بأعظم الكتب على أعظم الرسل، باب جبريل يدخل به على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو جاز لنا شرعا أن ندخل ساجدين أو على وجوهنا أو راكعين لفعلنا ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولكن على الأقل عندما تدخل منه يعني تستشعر أنه الوحي كان يأتي من هذا المكان. كاين باب النساء اللي قال سيدنا صلى الله عليه وسلم في الأخير ديال الحياة دياله من شاف بأن المسلمين الجدد ما عارفينش الأخلاق التعامل مع النساء كيزاحموا النساء، قال لهم هذا الباب للنساء، هذا خاص النساء. كانوا النساء كيدخلوا مع الرجال في البيبان الاخرين، ولكن اللي ما بغاتش تزاحم ولا هذا كتدخل من باب النساء. كاين باب الرحمه، الباب اللي دخل منه ذاك الاعرابي قال له هلكنا يا رسول الله من جل جفاف، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت الامطار بين الجمعه والجمعه. في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فيه كل صلاه بألف صلاه. شوف مكه المكرمه هي افضل في الاجر من المدينه المنوره بمئة، لأن هذه 100,000 وهذه 1,000. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن إبراهيم عليه السلام قد دعا لمكة بالبركة، وإني أدعو للمدينة بالبركة ومثلها معها ومثلها معها ومثلها معها. بمعنى أن البركة التي في مكة في المدينة المنورة 4 أضعاف 400% مما في مكة المكرمة، مع أن الأجر في مكة المكرمة 100 مرة أكثر مما في المدينة المنورة. لذلك نقول أن مكة المكرمة مدينة الجلال، ومدينة المنورة مدينة الجمال، لأن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فيصلي الإنسان في المسجد النبوي تهيأ ويأتي ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه حي يرزق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مجرد الآن وأنا أصلي عليه هو يرد عليه السلام من هنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغوني حيثما كنتم، فيسلم الإنسان عليه. هنا عاود ثاني يهضر معاه باللغة ديال القلب، ماشي بالداري، ماشي بالضرورة باللغة العربية الفصحى، ماشي بالضرورة الكتيبة. قل له يا رسول الله يعني أنا موحشك، أنا كنبغيك، الصلاة عليك يا رسول الله. المهم بواحد اللغة اللي تخرج من القلب وتسلم على الصاحبين ديالي سيدنا أبو بكر، ترضى عليه وسيدنا عمر. وإذا قدر الإنسان يمشي الروضة الشريفة يصلي فيها يكون أحسن. الروضة الشريفة 330 متر مربع، المسجد النبوي 175,000 متر مربع، يعني 17 هكتار ونصف من غير الساحات الخارجية. الروضة الشريفة 330 متر مربع، وبالتالي اللي يقدر يدخل لها يدير بالنية أنه يبقى فيها 24 ساعة ولا 48 ساعة ولا يبقى تما أسبوع، ولكن يصلي ركعتين خوي غادي يكتب له الله تعالى الأجر ديال النية ديال ذاك الشيء اللي نوى أنه يصلي فيها مع شحال من صلاة، ويكتب له الله تعالى الأجر ديال الرحمة. لأن شاف الأخ دياله واقف جاي من ماليزيا ولا جاي من فيلبين ولا جاي من أفريقيا ويعطيه بلاصته. وأخلاق التي تجعل الإنسان أن يكون بجانب رسول الله أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، بهذا أنت قربه، ولا يمكنك أن تكون معه إلا إذا كنت تتخلق بأخلاقه، أخلاق الإطار، أخلاق اللطف، أخلاق الرحمة، أخلاق تشوف رجل كبير خلي له البلاصات، تشوف معاق يعني توقف معه، يعني تخلي قاع بلاصتك، قاع ما تدخل الروضة الشريفة حتى إذا كنت قادر، والله تعالى يكتب لك الأجر بالنية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم من سأل الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. فالروضة الشريفة عامرة بالآثار. كاين الروضة الشريفة فيها يعني في الباب اللي كان اللي كتدخل منه أمنا عائشة وكان كيدخل سيدنا صلى الله عليه وسلم ويخرج، كاين على الباب وحنا كنتواجهوا معاه على اليسار كاين واحد السارية
أسطوانة اسمها أسطوانة الوفود. كانوا إذا جاءوا الوفود من اليهود من النصارى من المجوس من المشركين وبغاوا يهضروا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس لهم هناك ويستضيفهم هناك ثلاثة أيام، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ ما منه. وعن يمينها كان أسطوانة أو سارية الحرس، كان سيدنا سعد بن أبي وقاص يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، احتاج قال الله تعالى والله يعصمك من الناس، قال له أجي أنا ما بقيتش محتاج ما محتاجش الحرس. كاين أسطوانة أخرى عن يمينها سميها أسطوانة السرير، كان سيدنا صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل ولا اعتكف وعيا كاين عسى على ذاك السرير. كاين أسطوانة حداها أسطوانة التوبة أسطوانة أبي لبابة، هذا أبو لبابة كان عنده علاقة باليهود وخان النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار بيده قال إذا نزلتم على حكم محمد، أشار بيدها مجرد ما انتهى بهذه العملية يعني أيقن أنه قد أفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وربط نفسه في هذه السارية. سيدنا صلى الله عليه وسلم منين عرف القصة ديالو قالوا ما نطلقوش حتى يطلقوا سيدي ربي، حتى نزل قول الله تعالى وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئ عسى الله أن يتوب عليهم، فخرجت أم سلمة لأن كان قريبا له ففكت وثاقه. عن يمين هذه السارية هناك سارية عائشة رضي الله عنها، رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند النوافل، عبد الله بن الزبير الذي هو ابن ابن أسماء بنت أبي بكر، وكانت عائشة تكن به لأنها خالته، يعني دخل عندها قال فين كان سيدنا صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل من غير عند الأسطوانة المخلقة عند الجدع، فين تدفن الجدع بحال اللي قلنا قبيلتي، قالت له في المكان، فجاء جعل يصلي وهم اختبأوا ثم جاءوا بدأوا يصلون في ذلك المكان، ثم يذهب الإنسان للبقيع، البقيع مدفون فيها أمهات المؤمنين كاملين من غير أمنا خديجة في مقبرة المعلات في مكة، وأمنا ميمونة بنت الحارث في سريف على بعد تقريبا 15 كيلومتر، والباقي ديال أمهات المؤمنين كلهم تما، سيدنا الحسن تما، فاطمة رضي الله عنها تما، أم كلثوم رقية زينب تما، ابن النبي صلى الله عليه وسلم تما، حليمة السعدية تما، أبو سعيد الخدري تما، كل الصحابة تقريبا مدفونين في مقبرة البقيع. ثم نذهب إلى شهداء أحد، أحد بعيد تقريبا 6 كيلومترات، هناك وقعت واقعة أحد في السنة الثالثة من الهجرة، يعني في شوال، ورمضان كان في السنة الثانية من الهجرة نهار 17 رمضان، جاءوا باش ينتقموا وجاءوا ووقفوا في الشمال في حين أن مكة المكرمة في الجنوب، كانوا موقنين مشركين جاءوا 3000 واحد موقنين أنهم سيدنا صلى الله عليه وسلم غادي 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 تهزم، فقالوا نكونوا في الشمال باش إذا بغاو يهربوا للشام أنقطعوا عليهم الطريق، أما إذا هربوا من جهتنا جهة مكة راه غادي نشدهم. سيدنا صلى الله عليه وسلم خرج في 1000 منين بقات واحد نص كيلومتر، عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين رجع 300 بقوا 700، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ظهره للجبل، في أول الأمر انتصروا إنه جعل على جبل رمات أو جبل عنين جعل 51 ديال الجنود وكان عليهم عبد الله بن جبير، قال له مربحنا ما تنزلوش، خسرنا ما تنزلوش، هربنا ما تنزلوش، جمعنا الغنائم ما تشاركوناش حتى نعطيكم أنا الإشارة شخصيا، منين نهزموا المشركين ومات منهم الكثير حتى أنه اللواء ديالهم يعني العلم اللي هو رمز طاح تقريبا 11 ولا 12 مرة، بدأوا كيهربوا بدأت كتجمعوا الغنائم حتى هما هبطوا يجمعوا الغنائم. خالد بن الوليد كان باقي ما سلمش دار مور ذاك الجبيل فجعل يقتل في المسلمين، فيعني استشهد حمزة بحربة وحشي واستشهد كذلك مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام واستشهد عبد الله بن جبير و70 واحد معهم، وطاح سيدنا صلى الله عليه وسلم في الحفرة وتهرسات سنته ودخلات الخودة في وجنته وسال الدم منه حتى أنه جاءت امرأة أم عمارة نسيبة بنت كعب تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء طلحة بن عبيد الله فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره فصعد به إلى الجبل فأدخله إلى الشق، وهنا جاءت امرأة من مدينة المنورة بعدما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات لأنه كان يشبه مصعب بن عمير، مصعب بن عمير يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت من المدينة فتقول ما فعل رسول الله، هم يقولون مات أبوك، ما فعل رسول الله، مات أخوك، ما فعل رسول الله، مات ابنك، مات أخوك، وهي تقول ما فعل رسول الله، يعني اللي كيهمني رسول الله، فقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير، فقالت اجعلوني أنظر إليه، فنجعل ينظر تنظر إليه، فتقالت وهي تتبسم فرحة فتقول يا رسول الله كل مصيبة دونك تهون، كل مصيبة دونك تهون، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الشكر بعد هذه الهزيمة، صلى صلاة الشكر لله عز وجل، ثم نذهب إلى قباء، وقباء له علاقة بالهجرة النبوية. سبحان الله كيف سيستمتع الزائر بهذه المعاني اللي ذكرتي لما كانش قرأ السيرة وقرأ هذه التفاصيل اللي دابا تفضلتي بها. نعم،
فنذهب إلى قباء، وقباء يعني سبحان الله له علاقة بالهجرة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من غار ثور نهار الاثنين فاتح ربيع الأول السنة الأولى من الهجرة، دار في الطريق أسبوع. وفين وصل؟ وصل ديار عمر بن عوف العالية العوالي أو ما يسمى الآن قباء، يعني في الحواشي ديال المدينة على بعد 2600 متر في المكان الذي سيبنى فيه المسجد النبوي. فوصل اليوم الاثنين 8 ربيع الأول ونزل ضيفا على الكلثوم بن الهدم، فبقي هناك الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وبنى مسجد قباء تخليدا تخليدا للهجرة النبوية، وكأنه يعني لحمة ما بين السيرة المكية التي فيها بناء العقيدة والسيرة النبوية، يعني السيرة بناء الحضارة وبناء العمران في هذا المجال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل يعني كل أسبوع ويصلي فيه ركعتين، وقال من تطهر في بيته يعني في فندقه وأتى قباء وصلى فيه صلاة فله أجر عمرة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقي هناك إلى يوم الجمعة، نهار الجمعة في الصباح غادي ينطلق باش يمشي المكان اللي غيبني فيه المسجد النبوي. عندما وصل إلى ديار سالم بن عوف ولد عم عمرو بن عوف، نندز حداهم قالوا يا رسول الله ولد عمنا الضيفتي عندهم وحنا تدوز علينا مرة الكرام، فنزل وأكل عندهم وصلى عندهم أول جمعة في الإسلام الذي هو مسجد الجمعة، وهو يبعد عن مسجد قباء 900 متر وعن المسجد النبوي 1700 متر. فلذلك الإنسان هذه الأماكن التي يزورها. أهم درس الذي نأخذه من زيارة المدينة المنورة، إذا بغينا نكون معاه في الآخرة خصنا نكون معاه في الدنيا بأخلاقنا، أن تكون أخلاقنا كأخلاقه. قال عليه الصلاة والسلام أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. فلذلك حسن الخلق والنبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج، عندما تصلي عليه تكون تصلي عليه وأنت تعيش الأحوال الإيمانية التي تذكرك بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك إنسان إذا كان على معصية أو كان على كبيرة وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كيتفلى؟ المصلي الحقيقي هو الذي يستحضر نموذج رسول الله وكمال رسول الله ورحمة رسول الله وحلم رسول الله ونور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ ويقتبس من هذه الأنوار ويبثها في الناس، فيكون هو الذي يمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو النموذج والنائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن المسلم كل المسلم يوقع عن الله يبلغ عن الله وينوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يبلغ هذه الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم يا ربنا كما جعلت نبينا رحمة للعالمين جعلنا رحمة لأنفسنا ولغيرنا وللعالمين أجمعين إن شاء الله. أمين يا رب العالمين. نختم فضيلة الأستاذ ببعض الممارسات الخاطئة هو الدافع إليها في الحقيقة، هو المحبة، هو الشوق، هو التعلق بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لابد من تنبيه الزائر لها. أقصد جناح المخصص للنساء، يعني كتكون واحد الحالة ديال الصراخ عند الاقتراب من الروضة الشريفة، يعني واش هذه يعني تشفع لنا هاد السلوكات اللي بحال هكا؟ يعني المحبه ديالنا واش كتشفع؟ كتلقى صراخ، كتلقى تدافع، كتلقى مثلا اللي صلى ما كيبغيش ينوض من الروضه الشريفه، كتلقى بعض النساء يتمسحن بالحيطان هكذا، البعض يعني كيدير كراسي باش يطل ويشوف الجهه ديال الحجاج او الزوار باغي يشوف قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يحيلنا على السؤال كنظر الأول ولا الثاني اللي سولتني في هذه الحلقات، يعني الأهمية ديال المبنى والمعنى. هؤلاء يكونون غارقين ساكن في المبنى وما عارفينش المعنى، لو كان يعرفوا شكون هو هذا النبي وشنو هي الأخلاق دياله وشنو هو السمو دياله والذوق دياله ما يديروش داك شي. إن شاء الله تعالى يشفع لهم المحبة ديالهم، إن شاء الله يشفع لهؤلاء، يعني بعض النوبات الإنسان ينفعل من فرط محبته، إن شاء الله تعالى أن يشفع لهم هذا. وإن كان هذا خلاف الأولى، الأولى أن يكون الإنسان متأدب كأن النبي صلى الله عليه وسلم حي يرزق كأنك في حضرته، فتغض الصوت وتغض حتى الطرف، حتى أن الإنسان ما يحلقش بزاف جهة القبلة. بعد بزاف الناس كيقول لك راه شفت القبر، يعني مستحيل يكون الإنسان شاف القبر. شتي الشباك اللي كاين؟ كاين مازال ربعة ديال الحيطان، وهذا الحيطان كلها ما فيها لا نافذة ولا 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 باب، وبالتالي قبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حائط في حجرة لا باب لها ولا نافذة، لها كوة فقط فيها 20 سنتيم في 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 سقفها. أما ما يرونه يرون يعني ثوبا أخضر مزركش، أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فبعيد جدا بأربعة حيطان على المكان الذي يقفون أمامه. وهذا حتى بالنسبة للملوك والرؤساء وغير ذلك،
يعني لا يصلون إلى قبره صلى الله عليه وسلم. بعد الصور اللي كينا هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قبر ديال جلال الدين الرومي ما عنده علاقة بقبر رسول الله، هذا قبر في كونيا ديال هذاك الإمام العارف بالله وليس قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فضيلة الأستاذ، يعني وصلنا إلى نهاية هذه السلسلة المباركة، زاد الحجيج هو زاد معنوي روحي أكثر منه مادي، يعني في كلمات قليلة تتوجه بها إلى يعني العمار والحجاج. بالنسبة للعمار والزوار والحجاج، عليهم أن يثقوا في ربهم، أن يؤمنوا بربهم، أن يكفروا بأنفسهم وأن يؤمنوا بربهم. ما معنى يكفروا بأنفسهم؟ ما يتعنى حتى بحاجة، لا بسميته ولا بفهمته ولا بقرايته ولا حتى بحاجة. أنت غادي عند ربي، منين تكون غادي عند ربي ذاك الشيء كله خليه، منين تمشي للجامعة ولا تدير المحاضرة ولا تدير حاجة أخرى خرج ذاك الشيء، ولكن أنت غادي عند ربي والله تعالى يعرفك ويريدك عبدا لله عز وجل. إذن الإخلاص لله. ثانيا الأخلاق، أن يكون الإنسان على خلق. الحج المبرور خلق مع الله ومع رسول الله ومع الناس، وكذلك الحج معركة مع الشيطان، حذيه مع الشيطان الرجيم الذي يريد أن يقطع عليكم الطريق إلى الجنة. وعندما نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق ثم الخلق ثم الخلق، ونحن نعرف منه القليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الشوق لو كان جبروا الجنحين انطيروا باش نوصلوا عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما نغادر مكة تغادر الأجساد، وعندما نغادر المدينة تغادر الأجساد، وتبقى القلوب في مكة كما تبقى في المدينة عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الأستاذ سيدي الشفيق الإدريسي، جزاكم الله أعظم الجزاء على هذه المعاني الطيبة. أنتم خطيب مسجد لالا أسماء بمدينة الرباط، وأستاذ باحث مهتم بمعاني ومباني الحج والعمرة والزيارة، جزاكم الله أعظم الجزاء. اللهم صل وسلم على خير وأفضل من طاف وسعى ولبى ودعا وعلم الناس الخير ودلهم على البر. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.